تعالوا بقى نضيف البطن بتاع اكتيفيت من التول بوكس. بفتح التول بوكس عندي وكومن كنترول واسحب البطن ده هنا، وعايز اسميه اكتيفيت، واسمي او اخلي الخاصيه بتاعه النيم بتاعته بي تي ان اكتيفيت. هدخل جوه البطن بتاع اكتيفيت ده وهضيف سطر واحد من الكود، هقول له خلي تايمر واحد دوت انيبلد بيساوي 2. تعالوا نشغل البرنامج بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا عايز اعمل بلوجد ستودنت، اقول نيو واخليه اسمه مثلا محمد، واعمل له بلوك لمدة معينة وادوس سيف. تعالوا ناخد واحد كمان. وبعدين اروح للفورم بتاعت البلوك ستودنتس. خد بالك ان انت لما هتتنقل هنا القيمة اللي هنا بتتغير. انا عايز دلوقتي لما ادوس على اكتيفيت، شايفين ايه اللي حصل؟ هو ده اللي بيحصل لما ادوس على اكتيفيت. فتعالوا نشوف الكود بتاعها اللي الناس كانت مستغلساه شوية كان شغال ازاي. اول حاجة ان انا بقول في تايمر 3 خلي القيمة اللي موجودة في اكتيف تكست بوكس دوت تكست بتساوي القيمة بتاعت البروجرس بار، كويس. فدلوقتي لو انا اكتيف تكست بوكس دوت تكست فيه 70، فبقى البروجرس بار هو كمان فيه 70. وخد بالك ان التايمر ده على طول مفتوح وبيبص على الكود اللي جواه كل 100 ملي سكند، يعني كل 1/10 من الثانية هيعمل لي القصة دي. طيب بعد كده هقول له ايه؟ بقول له جوه تايمر واحد اللي مقفول وبفتحه بالبطن بتاع اكتيفيت، بقول له ايه؟ بقول له والله لو البروجرس بار 1 دوت فاليو اكبر من الصفر، فال70 طبعا اكبر من الصفر، فهينفذ الكلام اللي ما بين اف وما بين اند اف. بقول له ايه؟ بقول له حط لي ال70 اللي عندك في البروجرس بار دي حطها تاني في التكست بوكس. فبقى دلوقتي ده 70 وده 70. وبعدين بقول له هات القيمة او خلي القيمة الجديدة بتاعت البروجرس بار 1 دوت فاليو بتساوي القيمة الحالية بتاعته اللي هي ال70 ناقص الواحد، فبقى 69. فبقى دلوقتي قيمة البروجرس 69. وبقول له اند اف وبفتح تايمر 2. باجي على تايمر 2 ببص عليه بلاقي البروجرس بار 1 دوت فاليو اللي هي عندي دلوقتي بقت ب 69، ما بتساويش الصفر. فاذا الكونديشن ده مش متحقق، فبروح من اف لاند اف وما بنفذش اي حاجة من الكلام ده. وبرجع تاني كل 5 ملي سكند ابص على الكود ده، الاقي ال 69 عندي لسه اكبر من الصفر، فهنفذ الكلام ده تاني. فخد بالك ان دلوقتي الاكتف تكست بوكس دوت تكست بقى قيمته 69، ودلوقتي البروجرس بار 1 دوت فاليو بقى قيمته 68. وبرجع ابص هنا تاني بلاقي نفسي ما بقدرش اخش جوه الكود ده خالص، لان لسه ما وصلتش او ما حققتش الشرط ده. وبرجع الف تاني جوه الكود ده لغايه ما بوصل للصفر. اول ما بوصل للصفر باجي هنا الاقي نفسي مضطر ان انا ادخل جوه التايمر ده او جوه الايف بلوك ده، وبقول له خلي اكتف تكست بوكس دوت تكست بتساوي الصفر. وهعمل ايه؟ الثلاث سطور دول هم اللي هيحولوا لي القيمه اللي جوه الاكتف تكست بوكس دوت تكست ده للداتابيس بتاعتي او للتيبل اللي جوه قاعده البيانات بتاعتي. يبقى هم الثلاث سطور دول اللي بعمل بيهم سيف للقيمه الجديده بتاعه التكست بوكس دلوقتي، وبقفل تايمر 1 وبقفل تايمر 2. وخد بالك ان تايمر 3 هيفضل شغال، عشان كده لو عملت نيكست واتنقلت ما بين الاشخاص اللي موجودين عندي او معملهم بلوك عندي، هتلاقي كل ما بتنقل كل ما قيمه البروجرس بار بتتغير مع القيمه اللي موجوده جوه التكست بوكس بتاعي. تعالوا نعمل شويه تعديلات بقى. يعني هدخل على تايمر 3 اللي مفتوح على طول ده، وهقول له اشيل التايم كاتش مش محتاجها، لاني ممكن اعالج المشاكل بشكل احسن. هقول له لو كان تايمر 1 وتايمر 2 مقفولين نفذ الكلام ده. تايمر 1 دوت انيبل يساوي فولس، اند تايمر 2 دوت انيبل يساوي فولس. بعدين وهنا عندي اند اف، واخد السطر من الكود ده دخله هنا. ممكن اغير حاجه كمان، انا حسيت ان تايمر 2 عندي بطيء قوي، ف 1000 دي كتير جدا، ممكن اخليها 500. تعالوا نشغل كده البرنامج بتاعي ونشوف ايه اللي هيحصل. بلوكت ستودنت نضيف واحد. لو احنا الفورم دي هتلاقي فعلا ان انت لما بتدوس اكتيفيت دلوقتي كل حاجه شغاله معاك مظبوط، والصفر بقى بيجي لي بسرعه. لو كنت واخد بالك في الاول كان الصفر بقعد ثانيه لغايه ما بوصل للصفر. ممكن تقلل طبعا ال 500 دي تخليها 200 حتى. بكده اكون عدلت شويه في البرنامج بتاعي وعدلت في الأكواد.
اللي احنا كنا كاتبينها في الاول.